السلام عليكم خواتاتي، كديري لاباس عليكم؟ هانين، كلشي بخير الحمد لله. اش كتعودوا اليوم؟ صباح واحد البرد ما شاء الله. كاين واحد البرد. المهم دابا راه 12:30، جايه عندي الهام. يلا عيطت لي دابا قالت لي سناء غادي نجي عندك ندير معاك. قلت لها اجي، انا راه غير في الدار. صافي انا لقيتوني يلا نايضه، دابا غادي نوجد اللونش، تشوفوا معايا يلا كيفاش نقضيه. ما عنديش العشاء، داكشي اللي شاط من السفا والمرقة هو اللي باقي، هو اللي غادي نعاودو نتعشاو به ان شاء الله. حتى البارح ما كليناش بزاف في السفا حيت دخلنا في المرقة. ما كليناش بزاف في السفا. المهم انا باقا واحد المريقة واحد شويه وغادي نحط لهم السفا. المهم راه كاين العشاء، وباغا حتى هشام ملي يجي في العشيه يديني نجيب شي سلعه. واقيلا راه وصلتني، صيفطوا لي ميساج قالوا لي جي دي السلعه ديالك ديال اليكسبريس. ايوا خاصني نمشي نجيبها، وحيت ما خلصتش عليها تجيني للدار. خلصت عليها قال لي الا خلصت عليها قال كيصيفطوا لك لواحد المحل، خلصتي عليها اكثر كيجيبوها لك حتى للدار. انا ما خلصتش عليها اكثر، راه المحل قريب هنايا. المهم هانتوما معايا في هذا النهار، راه تشوفوني يلا دابا خشيت البيض ديالي طيب. دابا كندير البيض يتسلق، وغادي نوجد البلاك باش نعمرها بداكشي ديال اللونش، بطيشه الخيار الطماش الاتاويش والاحاويش. المهم اجيو معايا تشوفونا شنو غنوجد اللونش. وقبل ما نكمل تكملوا لا فيديو، ما تنسونيش من اللايكات البنات اللي دابا 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 شحال وحده كتفرج كتنسى وكتخرج. وكل يا دابا على داك البوس الزرق، واللي باقا ما اشتركش شاركي معايا، راه كاينه واحد ابوني وركي عليها. وما تنسيش الجرس باش يبقى يوصلك كل ما هو جديد. الا ما وركتيش على الجرس ما كيوصلوكش الفيديوهات ديالي، وخاصك تدخلي تقلبي عليا. يلا جيو نكملوا الفيديو ديالنا. عندي هاد فرماج فيه الكمون، نقطع منه حتى هو كيجي زوين مذاق ديال شحال. هادي ما جبت هاد الفرماج اللي كيتقطع هكا اختي فيه تماره. والله الا فيه تماره ما تنجيب شي طبايسيل فاش نحط الفرماج. علاش كندخل داري هذا اللي كيتقطع هكا الصراحه كيما حني تنحيد الطبسيل، ما عرفتش من الطبعه فيا الطبسيل تا هو هكا. غادي نقطع منه تا هو شي مورسويات ونحطهم هو اللي كاين. انا كيعجبني هذا اللي فيه الكمون، والله الا كيعجبني ناكلوه هكا بلا خبز والله العظيم. المهم غنقطع شي مورسويات حتى بغينو نزيدونا باش هكا ما يقصحش، حتى بغينا شي واحد يزيدو ورا نوض نزيد. هذا هاد الكيب فيلي اولا الصدر الدجاج مدخن، راه كناخذو من عند تركيا يعني حلال. اما هذا ديال الكمون غتلقاوه في ليدل، هذا الفرماج ديال الكمون كيبان بحال مسمن من بعيد. المهم هنايا درت شويه مطيشه، جيت نشوف الخيار لقيته سالا ليا صافي ماشي مشكل. هاي كاين الزبده كاين الفرماج، ها الزبده ها الجبن ها البيض وهذا. غادي نشوف الا بغات هذاك اومليت ندير لها اومليت ماشي مشكل. كنخلي اومليت يدخل، غادي نعصر واحد جي دورونج يكون طري، غادي نجبدو من الثلاجه ونعصرو. وهي راه غتبغي قهيوه فاش تجي ولا اتاير، حنا غنديرو كلشي. انا الصباح البنات انايا ملي دات مشات بنتي المدرسه اشنو درت؟ صافي جمعت الدار مع معدي لا طياب لا والو، جمعت الدار ودست البيت بيتي راه هو. صايبت لي هذيك العلاقه اللي كنت شريت يلا عفي عليها وركبتها وعلقت لها فيها الحويجات. دابا نطلعكم من بعد وتشوفوها. قلت لها حويجات اللي كيتعلقوا بحال الكبيبطات ودوك واحد ثاني واحد البيتات اللي كيخرجوا بهم كاع علقتهم ليها. صافي فاش عيطت لي الهام ونزلت دابا باش نوجد اللونش، مبقى لا والو. تجي قالت لي انا عند الكوافوره وغنجي عندك نبرك معاك شويه وندير معاك اللونش. قلت لها تعالي حبيبتي انا في الدار ما عندي فين غادا، وبصح ما عندي فين غادا انا الدار تا ثلاثه الا ربعه الا خرجت مشيت نجيب نويويره من المدرسه. البنات كيسولوني على هذه منين شريت هذه، البنات هي اللي كنت شريتها على قبل هذاك غير بغيلي باش كن نحرق السنيده، هي هذه كنت جبتها من ليدل كنت شريتها شحال هذه من ليدل كانوا جابوها. دابا هنايا وتنشعل هاد الشميعه هنايا في الطبله ساهله في الشعيل صراحه، والله الا عمليه دغيا كتشعل لي الشمع.
وحنا غادي نجيب هذوك بليسمات نحطهم باش ناكلو عليهم. كاينه عيله انا وياها راكم عارفين، خدام هشام هو غير في المدرسه هكا. ايوا غادي يلا هو كيصغر حرك الخبز، والله الناس الا كنت غادي نحرك الخبز ويلي وي والله حتى كنت غنشوط الخبز البنات. ماشي مشكل مش ما بيناتناش، حفظ الله الباريزيان، والله الا حفظ الله. كنت شويه غادي نشوطو. حطيت حتى هاد سبيكيلوس، هذا واحد البيسكوي كيعجب نور وكيما تبغيش دي مع المدرسه تبغي تاكلوه هنا في الدار. المدرسه كتاكل لا مبغيتش نديه معايا المدرسه، ما عرفتش علاش، واش كيجيها حلو بزاف باغا تتمتع به هنا، ما عرفتش علاش بدا كتقول لا ما نديش معايا المدرسه في الخبز، ديريه ليا هنايا في الدار وصافي. السكر انتما البنات. تاتي هي طبيله وجدتها، درك باريسيان باش ما يقصحش، وجدت كلشي هنا. يلا عصرت الليمون، حطيت الكويسات على قبل القهيوه، الحليب غادي نسخنو حيت هي تتبغي الحليب سخون، تدخل ليا عاد نسخنو وصافي. وهذه هي الطبيله ديالنا متواضعه ديال الغداء. دابا نمشي نجلس تجي بقى واحد شويه، واحد ربع ساعه ودخل. واحد البرد البنات ما نعاود لكمش، ويلا هانو الحيدي من تما. المهم جات الهان، درت انا وياها اللونش، بقينا كنهضروا نهضروا نهضروا شويه، هي اللي وصلتني مسكينه بالطوموبيله حتى لمدرسة نور، ودابا انا جايه. السم السم صفر درجه، عرفتي دابا راه شاده التليفون ايديا كرموا عليا بالبرد. المهم ندخل للدار دابا، الشتا بدات كتنقض يا بدات نقض الشتا. اوف غيزغ البنات. راه حطينا كلشي هنايا فوق سميتو، قالت لي نخشيو في الماكينه تلا تعطلت. يلا حطيتهم هنا كاع، حطينا هادشي هنايا ومشينا خرجنا. وصلتني مسكينه في الطوموبيله. ودابا انا جيت نسيت راسي، بغيت نصورها لكم تقول لكم تاهي السلام، ولكن نسيت. شوفوا بنتي كيفاش ردات تبارك الله ليبود، يلا صبنتو هذا، يلا صبنتو عطيتو ليها لبساتو اليوم. شوفو كي رداتو، إوا طلعو تيتصبن تاني. هادوما الوليدات كتلعب من نيتها. أجي نوريكم هداك لي كتليكم كنعلق ليه فيه حوايجا. هاد فين درتو؟ درتو عاد الرجلين ديال البعد ديال ناموسيها. هنا غنحط ليها كاع سبيبطاتها، هنا كاع داكشي لي كيتعلقات كنهج، حيت هي على رجليا. كاع داكشي اللي كيتعلق راه مازال عندها شي حويجات اخرين كيتعلقوا، عاد غادي نعلقهم حتى. المهم انا علقت داكشي اللي كان معلق في الماريو ديال اختها، هادشي كامل كان ديال نور، ما ديولها هي باقي ما علقتهمش. المهم الصبيطات راه حتى هما ديال اختها، ماشي دي ماشي شريتهم لا، ديال اختها. المهم حطيته هنا عملي على عاد هنايا في الحيط غنلصق شي حاجه، وحتى هاد الجهه اي لصق ليا هشام فيها واحد شنو نقول لكم، بحال الخشبات غيعلقهم من بعد غتشوفوهم لكم. راه كنوريكم شويه، ولكن في الاخر غندير لكم جوله، ربما اللي ما كيتفرجش في هاد الفيديوهات من غندير لكم جوله في الغرفه غتبان لكم كلشي. حتى هنا غادي نلصق شي حاجه وعاد غيدير ليا هادوك. المهم انا باقا غادا بشويه بشويه. النور بيجاما ديالها الله يرضي الله. شو التقاشر البنات، واش نتوما عندكم الماكينه كترد لكم تقاشر؟ ما فهمتش، كل مره كنلقى تقاشر مشاو ليها. هانتوما دروا ما عندهمش خواتاتهم، تلقى لهم خواتاتهم والله العظيم. تلفوا ليا تبدل لها بيجام تلبسها وي هادي سخيخنا. يلا دابا شي جوج سيمانات باش خدينا لها نظاظر جداد، شتوهم معانا الاولين علاش بدلناهم؟ لا لان الدجاج ولا كله مكرد، قلت لكم في الاول ما كانش كتعرف كيفاش تحطهم، كانت كتبغي تحيدهم
كتحطهم فوق الزاج على الزاجه ديالهم. خدينا على واحدين جداد كاملين حتى جوج سيمانات. ها نتوما البنات لا علاج لهم. ها نتوما طردقوا طردقتهم من هنا. شوف شوف دابا ها ترزينا في واحد شحال كنت خديتهم؟ لا واش 171 171 اورو جايه 40000 ريال باش تخداو هاد النظاظر ما كاملاش حتى جوج سيمانات. ها هي فرش خطبو. قلت الاستاذه كيفاش واش دفع شي واحد؟ واش حيت الا دفع شي واحد راه هذاك الواحد هو اللي خصو يخلصهم. ولكن لا انا بنتي ما كتكذبش. قالت لي لا ماما غدا كنجري وطحت طحت وطاحوا لي يوم. واش عفست عليهم؟ واش حيت الا طاحوا ما غاديش يطرى لي ماشي هادي طاحوا وعطات عليهم شي حاجه ولا عفط ليها عليهم شي واحد وما داتاش فيه الله اعلم. المهم هادو معفوط عليهم وطردكو. يلا البنات كاملين جوج سيمانات هادو هما الوليدات. شو دابا خاصة نظاظر تاني جداد الا ما كانوش يتعالجوا يجي هشام ونشوفوش يتعالجوا هاد النظاظر وما يتعالجوش. نتمنى يتعالجوا نتمنى يتعالجوا. هاو يلا شيلينهم باقي ما دارش عليهم حتى الشهر ويلي غديدي. المهم رب غسلت ليها وبدلت ليها طايلة لابسة بيجامتا. قالت لك بغيت المسمن غندير لها مسمن فيه الشوكولاط ولا فيه العسل نعطيها تاكل. انا ما بدلتش حوايجي حيت مازال خصني نتسنى هشام تيجي نمشي نجيب السلعه اللي قلت لكم كنتمنى تكون دخلات. ايوا دابا البنات غادي نعم الله ما شاء الله داكشي اللي كنت طيبت فيه البارح وغسلته هذه درت فيها الصفا وهذه درت فيها المرقه راه باقي نسمعوا فيكم هنايا نديهم حيت دايرهم في الكوزينه اللي في الكراج تما فين كنحط بحال هاد المواعين اللي ما كنستعملش بزاف. ايوا كيف قلت لكم جات الهام بقينا كنتحدوا شحال بقينا كنهضروا حيت نهار السبت راه عرض عليا السعاد. ايوا بقينا كنهضروا على داك الموضوع. صافي بقينا شحال حنا شادين حتيت اصلا هي جات شويه معطله. هي قالت لي الجوج غادي نجي قالت لي الوحده غادي نجي وما جات حتى الجوج. كانت مشات عند كوافوره وتعطلات ايوا داكشي علاش جات حتى الجوج. بقينا جالسين مجمعين كناكلو كنهضرو حتى وصلت الجوج ونص مع ثلاثة قالت ولو تخرجت انا وياها مشينا وصلتني مسكينه قالت لي نوصلك. قلت لها هي كنتي غير معاها قالت لي ما عندي ما يدار اليوم. هي زيدي قالت لي نوصلك المدرسه صافي وصلت ومشات حتى نهار السبت ان شاء الله تشوفوا العراضه اللي عند السعاد عارضه علينا. ندير لها فيه الشكلاط كوتي زعما عرفتي جا زوين بهاد الشكل هاكا. حيت شنقول ليكم ديما كنشوفو في يوم في مناطق مسمن هو علاش كتبت والله يسامح راه مسمن جا بحال بالضبط. صافي نعطيها تاكل. حنا كنسخن دابا في العشاء بغيت نحل معاكم هادو تشوفوا اشنو كنت مضموندية بالنسبة لهنايا شنو هي هادي. هادشي كيوصلك سبحان الله مبين لك جوج مرات. بابا بابا نعاودو نحلو هادي هيدا ماما وحده في الراره سخون زين اللي عارف شنو هو هادشي. كنبقى نضمون ديال البنات ما كنبقاش عارفه اشنو كيجي. او
شحال من تغليفه وتغليفه دايرين لهذا. دوك مصيفط ليا قرعه الدجاج. هذه البنات خديتها غندير لها كادر، ناخذ لها كادر من اكشن وغنديروا فيها في ايكريك فيها زعما يارا. هذه بغيت نعلقها لها في الحيط هكا. وهذه شناهي؟ هذه خليتها حتى الاخر نحلها. شنو هذا الشيء؟ سخن صافي طنان الخبز تاعو. هاندو بصل ونشوفوا البنات خليتها نتعشى ونكمل معكم الحلان. هذا فيه بزاف ديال الحلان بلون بالي مزيان كياخذ الوقت. البنات كيف شفتوا خديت هذا الحرف غندير ليه كادر وغنعلقوا ليها في بيتها حرف ديال السميه ديالها يارا. بالنسبه لهذه هذه غنعلقها لها في الدخله ديال البيت. دابا نور نور دايره ليها نور دايره لها في الباب ديال بيتها نور. كديره ليها البنات نور دايره لها سميتها في الدخله ديال الباب. وهذه دايره غندير لها هذه زعما اش على قبل بيبي حيت ما غيبقاش هذاك البيت ديالها. قديما نقول لكم هذاك البيت راه ما بقاش ديالها. المهم هنا كاتبين اش ودايره العينين زعما راه بيت البيبي راها ناقصه. بالنسبه لهذه هذه غادي تجي حدا الباب ديالها. هاد الرسمه هذه هانتوما شوف شوف هكا اجي حدا الباب ديالها. شوف شحال زوين هانتوما كشاف. عرفتي الريحه اللي في هذه البنات؟ شي ايامات المدرسه كانوا كيقولوا لنا نجيبوا القلع. ايوا راه ريحه القلع في هذه. هشام شوف هذه كيك فوق الباب ديالها من هاد الجن ديال الحيط. راكم عارفين البنات حيت بيتها لعبت على الباج والبيض وهاد التصويره خديتها لها في الباج والبيض. بالنسبه لواحد الحاجه اللي تقولبت فيها البنات ولكن ما عرفتش واش تقولبت فيها فعلا هي هذه. هاد التصاور هادو خديتهم باش ندير لهم كادر ونعلقهم في الصالون. سمحوا لي راه بنتي كتهضر مع باها الغوات. قلت لكم هادو درتهم خديتهم باش نعلقهم في الصالون. كنسحبهم هما انا كبار ما ديتهاش سنتيمتر. ما عرفتش واش هادو نقدر نكبر عليهم لان الكاليتي ديال التصويره بحال التوب. انا ما عرفتش واش نقدر نكبر عليها. بغيت زعما كنت باغا ندير هكا ندير في الكادر في الصالون شي كانت غتجي زوينه. ها شوفوا البنات ولكن انا غادي نشوف واش نقدر نكبر عليهم وندير لهم كادر. بالنسبه لهذه هذه الغشه ديال مخيده فيه الحرف ديالها. انتم البنات فيه الحرف ديال الايكريك نحطها لها هكا في الناموسيه ديالها بحال شكل التصويره بحال شكل هذيك التصويره. شفتوا شحال زوينه. صافي هذا الشيء هو اللي خديت من اليكسبريس. دابا هذه خصني نعلقها نلصقها لها وهذا الشيء خصو يلصق هذا الشيء كامل خصو يتعلق. المهم نقطع معكم دابا الصفاشات خصني نديرها في المجمد. السلام عليكم البنات دايرين لاباس عليكم هانين كلشي بخير الحمد لله. هذا نهار جديد. البارح ما بقيت صورت معكم حتى شي حاجه صافي بديت معكم دابا نهار جديد. غادي ندير لهم اليوم غير الرز بالخضره والكفته هادو هو اللي غادي ندير اليوم. هنا غادي ندير شويه الزيت مخلطه زيت نباتيه مع زيت الزيتون حيت انا عندي هاد زيت الزيتون ماشي ديال الطياب. داكشي علاش كنخلطو هذا ديال الماكله. داكشي علاش انايا كندير منه شويه. المهم هنايا غادي نشعل على الزيت باش نشحر البصله. صافي هنا نضيف درت غير حبه وحده ديال البصله قطعتها هكا شويه دقيقه. غادي نشحرها حتى يولي اللون ديالها ذهبي. يولي اللون ديالها ذهبي عاد غادي نزيد عليها داكشي اللي غنوريكم. المهم البنات الخضره اللي عندي هي اللي درتها. درت الفلفله ودرت الذره درت جلبانه كنت غنزيد حتى اللوبيا ما حتىش نساني مع هاد الوقيته رانا كنصور لكم وفي نفس الوقت كنهضر مع
والده وكنهضر مع حماتي والعائله كامله، كنهضر معهم اليوم الجمعه. ايوا هادشي اللي كاين. المهم كيجي هاد طريقه الرز زوينه. المهم هنا جلبانه راه ما مسلوقه ما والو، راه غير منقيه وخضره. صافي رميتها هنايا، غادي نزيد المايس يعني الذره حتى هي كتجي زوينه. والله الا عرفتي ندمت لي ما زدتش اللوبيا، راه تاطب كل شيء. عاد قلت مهمتي مهمتي ما زدتش اللوبيا، عزيز عليا اللوبيا خضره. ايه واش نقول لكم البنات، عرفتي البارح البنات كنت كندور في واحد مواقع التواصل الاجتماعي كيهضروا على داك الفيلم ديال البرتقاله المره، عرفتوها البنات؟ كل شيء كيعرف هاد القصه ديال البرتقاله المره، ولكن في الحقيقه هو فيلم خايدينو قال لك من واحد فتاة قنيطريه، واحد بنت قنيطريه مسكينه سميتها فاطمه الحمقاء، اللي سطاها الحب وحماقه على دري بات مصباح، مشى لبرا ما قال لها حتى بسلامه. اي كاملين كيتوشينا هاد الفيلم ديال البرتقاله المره وكيبكينا، مي كنصبروا راسنا وكنقولوا غير فيلم، هادشي راه ما كانش في الواقع، فهمتي؟ ولكن هو راه فعلا كان في الواقع. كاع الناس قنيطره، الا كانت تبعني شي وحده ديال قنيطره تقول لي واش هاد الكلام بصح ولا لا، المهم انا اسمع. كاع الناس ديال قنيطره اللي كيوقفوا في البلاكه ديال المسيره كيعرفوها، شحال من عام وهي باقه في البلاكه كتسناها مسكينه كتقول غير رجع، والطوبيس اللي وقف كتسناه يهبط منه، اي واحد وقف كطلبو يعطيها تليفون باش تعيط ليه. والديها لاباس عليهم، وهي كانت كتسطي بالزين وباقي الحروف لدابا، قالك باقا زوينه لدابا. واحد النهار وقفوا شي صحاب في البلاكه، مشات عندهم وقالت لهم ياك اخوتي انا ما خيباش علاش خلاني، وقالت لهم قولوا لي الصراحه انا مسطيه ولكن راه نقدر نداوى ياكو. عرفتي بكاتهم. واحد السيد، هذاك السيد اللي كانت كتبغيه كان موعدها بالزواج وكانت كتسنى غير فوقاش يجي. جا الصيف وهو يجي مجوج، مني سمعته تزوج خرجت من دارهم كتغوت وحفيانه وكتجري قال لك وكتدعي فيه وكتبكي، وكان راجع بحاله لفرنسا دارك السيدة ومات وهي باقا كتسنى مسكينه. دابا اللي بغيت نفهم شنو السبب اللي يخلي الواحد يوهم بنات الناس وفي الاخر يبات ما يصبح بحال حتى حاجه ما كاينه. زعما حشومه، والله الا حشومه. انا زعما كنقول شي واحد لا واعد شي وحده بالزواج ماشي يمشي ياخذ بنت خالته ولا ياخذ بنت عمته ويخليها، انا ما متفقاش مع هاد الناس. وعدتي شي وحده بالزواج وبقى مع ما تقولش لها حق امي ما بغاتكش ليا، ولا انت مي عارف امك ما غتبغيهاش لك، اولا ما متاكدش بان امك غتبغيها ما توعدهاش، ما تقولش لا راه شي نهار غناخذك. هذيك شي نهار ناخذك، بزاف الدراري كيغلطوا وكيديروها. والله زعما الله يشافيها مسكينه. والله كنت كان كيف قلت لكم كندور دابا كنسمع شي بنات يهضروا عليها، قلت سبحان الله انا كنسحب وعافي لما يرى في الحقيقه راه كاينه. المهم هنا كفته راه درت فيها العطريه، ها هي درتها هنايا مع لاصوص مطيشه كطيب، الروز راه وجاد وكل شيء. صافي راه سديت عليه، والكفته حتى هي راه يلا شعلت عليها. دابا غادي نطلع البيت يارا نخدم فيه شويه. المهم البنات هنا طلعت البيت يارا باش غادي نلصق لها داكشي اللي بارطاجيت معكم البارح. اول حاجه غنلصق هذه في الباب دابا.
حاولت ناخذ لها رسمات اللي غيتواتاو ليها مع التيم ديال البيت ديالها. البيت ديالها راه داخل فيه شويه البيج وغندخل فيه حتى الدوغي، لهذا خديت هاد الرسومات في هاد لاكولوغ وجاو زوينين. ايوا صافي البنات، كيكون هذا هو عشانه. ها هي الكفته راه وجدات، هذه كنديرها بحال ما نحط لهم شويه درس تغديت منه. كناخذ الروس كنحط لهم في الطبايسيل بحال ما هكا، وكنحط فوقه الكفته. عرفتي كتجي كتشهي، جربوها وردوا عليا اخبارها البنات. وهنايا غنقول لكم نتوما تهلاو في ريوسكم مع فيديو جديد ان شاء الله. كنبغيكم بزاف، بسلامه.